السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا في جدول مبارياتنا ليوم السبت 42 مباراة من الدوري الإنجليزي والألماني والأسباني والفرنسي والإيطالي والتركي. وعلى الصعيد العربي الدوري المصري الدرجة الثانية والمغربي الدرجة الأولى والثانية والدوري التونسي والجزائري. وشاركنا في التعليقات توقعك لمباراتك المفضلة وانتظر مننا كل جديد. ادعمنا بلايك لنستمر عشان مجهودنا ما يضيعش ويوصل لغيرك. ولو حابب تشوف قناتنا على اليوتيوب اللينك في أول تعليق على فيسبوك، ادعمنا واشترك في القناة عشان ده هيسعدنا جدا. شكرا لكم. البداية من الدوري الألماني، بايرن ميونخ وفريبورغ الرابعة والنصف عصرا، فولفسبورغ وأوجسبورغ الرابعة والنصف عصرا، شتوتوغارت وأرمينيا بليفليت الرابعة والنصف عصرا، بوخوم وهوفنهيم الرابعة والنصف عصرا، لايبزيغ ودورتموند السابعة والنصف مساء. في الدوري الأسباني، إسبانيول وغرناطة الثالثة عصرا، سيلتا فيجو وبرشلونة الخامسة والربع مساء، ألفيس وليفانتي السابعة والنصف مساء، ريال مدريد ورايو فيكانو العاشرة والنصف مساء. في الدوري الإيطالي، سبيزيا وتورينو الرابعة عصرا، يوفنتوس وفيرونتينا السابعة مساء، كاليري وأتلانتا العاشرة إلى الربع مساء. في الدوري الفرنسي، ليل وإنجير السادسة مساء، بوردو وباريس سان جيرمان العاشرة مساء. في الدوري الإنجليزي، مان يونايتد ومان سيتي في قمة الجولة الثانية والنصف ظهرا، برينتفورد ونورويتش سيتي الخامسة مساء، تشيلسي وبرنلي الخامسة مساء، كريستال بالاس وولفرهامبتون الخامسة مساء، برايتون ونيوكاسل السابعة والنصف مساء. في الدوري المغربي، أولمبيك إسافي والمغرب الفاسي الخامسة مساء، سريع وادي زام والنادي السالمي الخامسة مساء، شباب المحمدية وأولمبيك خريبكا الخامسة مساء، الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي السادسة مساء. في الدوري التركي، سيفاسسبور وجيريسون الثانية عشر والنصف ظهرا، إنطاليا سبور وألتاي أزمير الثالثة عصرا، مالاتايا سبور وبشاك شهير الثالثة عصرا، بشكتاش وترابزون السادسة مساء. في الدوري التونسي، الدرجة الأولى اتحاد تطوين واتحاد بن قردان الثالثة والنصف عصرا، البنزرتي ومتلاوي الثالثة والنصف عصرا، حمام سوسة والصفاقسي الثالثة والنصف عصرا، الترجي وحمام الأنف الخامسة والنصف مساء. في الدوري المغربي، الدرجة الثانية، الوداد الفاسي وسطاد المغربي الرابعة والنصف عصرا، شباب بنجرير وشباب خنفرة الرابعة والنصف عصرا، نادي الاتحاد التوراكي وجمعية سلة الرابعة والنصف عصرا. في الدوري الجزائري، مباراة واحدة، شباب قسنطينية ونجم مقرة الرابعة عصرا. وأخيرا من الدوري المصري للدرجة الثانية، تليفونات بني سويف وبني سويف الثانية والنصف ظهرا، سوهاج وديروت الثانية والنصف ظهرا، الإعلاميين والفيوم الثانية والنصف ظهرا، كيما أسوان والألمونيوم الثانية والنصف ظهرا، البداري وبترول أسيوت الثانية والنصف ظهرا، بنها وبلبيث الثانية والنصف ظهرا. بس كده، دي كل المباريات اللي كانت معنا النهاردة ليوم السبت. إن شاء الله تكون يوم سعيد عليكم إن شاء الله، ونتمنى أنكم تدعمونا بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. متشكرين لكم جدا على الدعم.